بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البرنامج بنوضح يعني أول مثال شلون نكتب احنا كلاس، وفي هذا المثال البسيط بس مجرد ان نبي نعرف بعض الـ instance variables، وراح نشوف هني ان الـ instance variables يتم تعريفها يعني داخل الكلاس نفسه، مو داخل أي method موجودة داخل الكلاس. قبل كنا إذا احتجنا في أي برنامج سابق، إذا احتجنا إن نعرف بعض المتغيرات كنا نعرفها داخل المين أو داخل ميثود ثانية موجودة، فهي ذاك نسميه إحنا local variable. أما بالنسبة حق هذا فهو يعرف داخل الكلاس مباشرة برا أي ميثود، وبالتالي نسميه instance variable اللي هو راح يكون variable خاص بكل instance اللي هي الأوبجكت. فاحنا عرفنا 5 متغيرات، الاي دي والاف نيم والال نيم، وكل نوع كلهم نوعهم سترينج، والايج نوعه انتجر، والجريد نوعه كاركتر. نبي نشوف الحين بس ان هذا البرنامج يمشي ما في اي خطأ، فنقول له جافا سي، نكتب student.java. في البرنامج نشوفه هني ما في اي خطأ، يعني إذا كتابتنا الحين هي كلها سليمة، طبعا ما كتبنا شيء زايد، لكن الحين اللي راح نشوفه الحين هذا ما نقدر نسوي رن حق هذا البرنامج. ليش؟ لأن البرنامج ما في أي ميثود موجود أو ميثود معينة اللي هي مين موجودة حتى يبتدي أي برنامج أو أي كلاس حتى نخليه يشتغل، لازم يكون في المين. فلما أسوي له هني ممكن أرجع هذا، أمسح دوت جافا وامسح السي، لما اسوي الكومبايل راح يقول لي المين ميثود نوت فاوند ان كلاس، فيقول لازم تكتب المين اللي هو طريقتها مثل ما احنا عارفين بالطريقة هذه، فلازم نكتب المين. احنا مجرد انه بس بوضح وين نكتبهم، وان شاء الله في برنامجنا اللي بعده راح نكتب المين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البرنامج إن بنحاول يعني نضيف عليه المين علشان نقدر نشغل الكلاس، والشيء الثاني نبي نسوي اوبجكت، وراح نشوف شلون نقدر يعني نتعامل مع الفاريبلز من خلال الاوبجكت، ونشوف شلون احنا ما نقدر نتعامل وياهم اذا احنا ما سوينا اوبجكت. وبالاخير راح نشوف شنو القيم الافتراضية اللي راح تكون يعني تخزن في الـ instance variables إذا إحنا ما أعطيناهم أي قيمة افتراضية. في البداية هني كتبنا طبعا الـ class، كتبنا الـ instance variables، فبالتالي يعني موجودين مثل ما هم موجودين في البرنامج اللي شفناه قبل هذا. هني إذا بنكتب البرنامج مثل ما نسميه تستر ولا درايفر اللي هو لازم يحتوي على المين، إذا نكتبه في نفس المكان يسمونه يعني موجود هذا التستر في نفس الكلاس. هني بعدها حاولنا ان نكتب انا fname يساوي احمد، طبعا انا موقفها الحين حتى اوضح لكم ان هذه فيها خطأ. ليش؟ انا قاعد اتعامل مع الfname مباشرة من هني، وهذا مو هو local variable اللي اقدر اتعامل وياه مباشرة، فما اقدر اخزن اي قيمة فيه مباشرة. واذا كان في امكاني اني اخزن قيمة فيه مباشرة فما كأن تكون القيمة خاصة في الاوبجكت كأن القيمة خاصة في الكلاس نفسه، معناتها كأنها تكون في قيمة واحدة فقط. لكن احنا نبي نربط الانستنس variable مع الاوبجكت اللي احنا راح نسويه، لذلك هذه ما راح تمشي. ولو شلت انا الكومنت اللي موجودة عليه بالتالي راح نشوف ان البرنامج راح يعطينا غلط. حتى نسوي يعني اوبجكت ممكن نسويه مثل ما شفنا احنا في فيديوهاتنا السابقة، فاكتب student 1. لاحظوا اني هاي كابيتال اس، هذه سمول اس، هذا اسم الكلاس وهذا اسم الاوبجكت اللي انا بسويه، سميته او الريفرنس حق الاوبجكت سميته student 1،
وبعدين الخطوة اللي بعدها بسوي الحين object واخلي هذا ال reference variable يأشر على هذا ال object. هذه سويتها انا بخطوتين. احنا مثل ما شفنا عرفنا انه ممكن اسويها في خطوة واحدة، سواء اسويها بالطريقة هذه او الطريقة هذه الناتج راح يكون نفس الشيء. الطريقة هذه مجرد ان اقول student 1 مثل ما سويت في البداية، لكن بعدين اكتب عقبها يساوي، والطريقة الثانية ما يحتاج اكتب هذا مرة ثانية. يمكن مرات في بعض الحالات تكون هالطريقة هذه تمشي وياك، ويعني اذا كانت تمشي وياك الطريقة هذه بشكل اسهل اكيد هذه احسن. فهني بعد ما عرفنا الاوبجكت وخلينا student 1 يأشر على هذا الأوبجكت، إني هني وراح نبي نتعامل مع البيانات اللي خاصة في الأوبجكت. هني راح أقول له بحاول أطبع، بحاول أطبع القيم هذه كلها، بس القيم هذه اللي بطبعها هي خاصة في الأوبجكت اللي اسمه student 1. أبي يعني كأن الـ ID مال student 1، الاف نيم مال ستودنت 1، الال نيم مال ستودنت 1، الايج مال ستودنت 1، والجريد مال ستودنت 1. فهني حتى اتعامل وياهم راح اقول له بالطريقه هذه، اقول له ستودنت 1 دوت اي دي، فكان اقول له عطني الاي دي مال ستودنت 1، عطني الفيرست نيم مال ستودنت 1، عطني الال نيم مال student 1. لكن الطريقة السابقة اللي شفناها هني هني هذه طبعا اكيد فيها خطأ، لان قاعد اعطيه ال F name مباشرة، مو قاعد اعطيه شنو ال object او شنو الـ يعني ال instance اللي يعني راح اخذ ال F name مالها. فهني راح اطبع القيم. هني لاحظوا وياي يعني لما اطبع القيم راح تعطيني القيم الافتراضيه اللي راح تخزنها لغه الجافا في الانستنس فاريبلز، لان انا ما اعطيت اي قيمه هني قبلها، فبالتالي راح يعطيني القيم الافتراضيه. لو جينا هني سوينا جافا سي ستودنت دوت جافا ما اعطاني خطا، راح اروح امسح دوت جافا وامسح السي. ايش اعطانا هني؟ انا حطيت الـ يعني العلامات هذه قبلها وعقبها حتى اشوف بالضبط اللي راح يكون داخل او بين هذه الاشياء هو اللي راح يعطيني. فبالنسبه للستودنت اي دي اعطاني نل، ستودنت فيرست نيم اعطاني نل، ستودنت لاست نيم اعطاني نل، واللي هم نوعهم سترينج، فالسترينج الديفولت فاليو القيمه الافتراضيه اللي راح يعطيني اياها اللي هي نل. بالنسبة حق الايج اللي هو انتجر، فبالتالي القيمة الافتراضية اللي هي صفر. بالنسبة حق الجريد القيمة الافتراضية للكاركتر اعطاني مكان تقريبا شبه فاضي، فيعني يمكن قد يكون هذا سبيس قد يكون شيء ثاني ما يظهر على الشاشة، بس المهم يعني هذه القيمة الافتراضية حق الكاركتر. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا برنامج الحين، في هذا البرنامج احنا نبي نوضح شيء واحد، شلون نقدر نغير القيم اللي موجودة في الانستنس فاريبل. شفنا احنا في برنامجنا السابق شلون نقدر نعرض القيم. عرضنا القيم مجرد ان اقول له اسم الاوبجكت او الانستنس فاريبل دوت، واعطيه اسم الانستنس فاريبل هني، وهذا اسم الانستنس او الاوبجكت. ففي هذا البرنامج نبي نشوف شلون نقدر نغير القيمة الحين الموجودة هني. فعندنا بالمين أول شيء عرفنا يعني سوينا أوبجكت جديد، وعرفنا الريفرنس فاريبل حقه اللي راح يأشر عليه اللي هو student 1، وراح نعرض القيم الافتراضية اللي راح تنحط اللي راح تكون null null null، وهذا راح يكون صفر، وهذا تقريبا شبه مكان فاضي. وهني نبي نشوف وني نغير القيم. حتى نغير القيم نقول له student1.id يساوي ونعطيه القيمة، هو هذي السترينج فكلهم معطيهم سترينج. الاي دي خليته 1 2 3 4 بين فاصل علوية، الاف نيم فيرست نيم اللي هو مثلا احمد، اللاست نيم مثلا الحمد، فبالتالي هذي كلهم نوعهم سترينج، حطيتهم قيم من نفس النوع سترينج. الايج اعطيته 2، وهني اعطيته حرف الاي مثلا، الجريد الدرجه اللي بياخذها. ف
فنشوف هني ان احنا ما تعاملنا كذلك مثل ما احنا هني ما تعاملنا مع الانستنس فاريبل مباشرة، لكن من خلال الانستنس او من خلال الاوبجكت نفسه، يعني الريفرنس حق الاوبجكت. فستودنت 1.id نقول لهم راح نعطي القيم هذه، فلما نيجي نطبع القيم هذه مثل ما سوينا طباعة هناك المفروض يعطينا القيم الجديدة اللي نشوفها هني. لو رحنا هني وسوينا رن، انا كتبت الامر مسبقا حتى نوفر وقت، وبعدين نبي نسوي عملية الرن، مثل ما نشوف احنا في البداية طلعنا القيم الافتراضية اللي طلعت لنا هني، ما دام احنا ما اعطيناها ولا قيمة، لكن بعد ما غيرنا القيم هني اعطانا القيم، فالاي دي صار 1 2 3 4، والفيرست نيم صار احمد، والال نيم صار الحمد، والايج صار 22، والجريد صار اي مثل ما احنا غيرناهم هني. فهذه الطريقة اللي ممكن احنا شلون نخزن قيم في المتغيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البرنامج بنوضح إذا شلون احنا نقدر نسوي اوبجكت ثاني. احنا في البرنامج سوينا اوبجكت واحد اسمه S1 في هذا البرنامج، او student 1 في هذا البرنامج بنشوف بنسوي اوبجكت ثاني كأنه في طالب ثاني. فشلون احنا نسوي student ثاني؟ وكذلك لو احنا غيرنا في بيانات واحد من الستودنت، شوف شلون بس التغير عند هذا الستودنت بس ما راح يتغير عند الستودنت الثاني. فعندنا الانستنس فاريبل هني موجودين، وجينا هني وعرفنا الستودنت الاول اللي هو اسمه ستودنت 1، وعطينا القيم هذه عن طريق ان نكتب ستودنت 1.id ونعطي القيمه مثل ما شفنا في البرنامج السابق، وراح نطبع هني القيم الخاصه في الستودنت 1. هني جينا في هذا البرنامج وكتبنا student 2، ونحاول يعني سميناه student 2، فسوينا student جديد، وهني عطينا القيم الخاصة في student 2. student 2 مثلا عمره 21، هذاك كان عمره 22، هني مثلا الجريد ماله B، هذاك اعتقد كان A، هني عندنا A، ويعني شوي بعض الأشياء شوي مختلفين. فهني طبعنا للستودنت الثاني، وهني ان نشوف لما عطينا للستودنت الثاني القيمة قيم ان ما زالت القيم الأولية مال الستودنت واحد المفروض تصير موجودة. فلما نسوي رن او كومبايل حق هذا البرنامج ونسوي له رن، راح نشوف هني في البداية ان الستودنت 1 اي دي عندي هذه القيم مالته، جينا وعطينا قيم مختلفة حق student 2، فالstudent 2 هذه بياناته. الحين دم نشوف بعد هذا ان الstudent 1 ما تغيرت القيم مالته، فنلقاها مثل ما كانت سابقا، جريد ماله A وهذا جريد ماله A، العمر 22، العمر 22، على يعني غير طبعا غير الstudent 2. فالحين صارت القيم اللي موجودة عندنا هني في هذا البرنامج لهذه الأشياء هي خاصة في كل شخص أو كل أوبجكت احنا سويناه من هذا الكلاس، كل واحد له بياناته الخاصة فيه.